أعداد المتوفين اللي موجودة بالمقبرة ازدادت في الآونة الأخيرة بحيث وصل إلى 450 فما فوق، يعني الأعداد مستمرة يومياً نستقبل حالات، وأكثر الحالات دا تجينا من العاصمة الحبيبة بغداد. نريد من أخواننا في بغداد العاصمة أن يلتزموا بالتوجيهات الصحية، لبس الكمامات، لبس الكفوف الواقية، الملامسة، عدم الاختلاط، هي هاي اللي تقلل من الإصابات. بالبداية محافظة النجف التزمت، قلت الأعداد. محافظات البصرة، العمارة، يعني غير المحافظات الشمال والديوانية جاءت تجينا أعداد كلش قليلات لا تعد. هذه المقبرة عنوانها دفن الموتى المتوفين بسبب فيروس كورونا، يعني أن هذه المقبرة لم تخصص لأي طائفة أو لأي شريحة من شرائح المجتمع، بل هي لكل الشرائح ولكل الطوائف والأديان. نطلب من المواطنين في العراق التزامهم بالتوجيهات الصحية من باب شرعي ومن باب إنساني وقانوني وطبي، إنساني لكي لا يؤثر لا على عائلتي ولا على الآخرين. من باب شرعي حسب فتاوى السيد السيستاني لا بد من الالتزام بالتوجيهات الطبية صادرة من الجهات الصحية، نرجو من عندهم الالتزام بها لكي لا يكون مصيرهم فقدان الأحبة ودفنهم في هذه المقبرة.